يا رسول الله لو رأيت أمة الإسلام لبكيت يا رسول الله لو رأيت أمة الإسلام لبكيت في ربيع لاح بدر الهدى وسار في الكون إذ ساريت جئت والدنيا تشكو ليلها فانجلى بالنور مذ أتيت يا رسول الله لو رأيت أمة الإسلام لبكيت جئت بالقرآن هداية تتلو بالآيات ما تلوت ترسم الأخلاق بين الورى كم أمرت الناس كم نهيت الإسلام لبكيت يا رسول الله لو رأيت أمة الإسلام لبكيت فانظر واقع على ماذا حل به شوى الإسلام منذ رحلت فالفسق طغى بين أمتنا والجهل والجور لو رأيت يا رسول الله لو رأيت أمة الإسلام لبكيت فانظر إلينا وارسل نفحة تحيي نفوسا عنها رضيتا وعليك الله